استنزف النظام القطري ثروات شعبه وأنفق الملايين لدعم الأعمال الإرهابية في البحرين والدول العربية في مخالفة صريحة للمواثيق والاتفاقيات العربية والدولية. لم تقف تهديدات قطر المستمرة لأمن واستقرار البحرين الممتدة لعقود من الزمن بشتى الوسائل والتي زادت حدتها في السنوات الأخيرة، ليقف النظام القطري داعما لمحاولات قلب نظام الحكم الشرعي في البلاد. فلم يخجل النظام القطري يوما من دعمه للفوضى والتآمر على مملكة البحرين. نعم، احنا ما نأمل انه يصير شيء بالقوة، وهذا هدفنا الرئيسي، وارجوكم تثقوا فينا وانتم عارفين احنا صادقين دائما معاهم لم يتوانى نظام قطر يوما عن استنزاف ثروات شعبه وإنفاق الملايين لدعم الأعمال الإرهابية وتدمير الأوطان، حتى بات الريال القطري عملة للإرهاب الذي لم تسلم منه البحرين ودماء أبنائها الطاهرة التي أزهقت جراء العمليات الإرهابية التي كان وقودها مبالغ مالية متواصلة من الدوحة. حقائق ومؤامرات عديدة وتدخلات في شؤون البحرين والدول العربية تكشف المخالفات الصريحة للمواثيق والاتفاقيات والمرجعيات القانونية العربية والدولية، وفي مقدمتها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومساعيه المباركة لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، واتفاق الرياض لعام 2013 وآليته التنفيذية، والاتفاق التكميلي لعام 2014 في إطار المجلس، والتي تفرض الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب ووقف التحريض على الكراهية والعنف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، إلى جانب تعديها على ميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.